بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. سورة الرحمن هكذا ورد في الرواية بأنها عروس القرآن الكريم، سورة الرحمن عروس القرآن. العروس ما الميزة فيها؟ الجبال المتميز، هكذا وصف العروس عادة. سورة الرحمن من السور الجميلة في القرآن الكريم. هذه السورة لها امتيازات، من امتيازات هذه السورة المنحصرة فيها الآية المكررة قرابة 33 مرة، ورب العالمين يكرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه خصوصية في هذه السورة، وسنأتي إن شاء الله على الهدف من هذا التأكيد أو هذا التركيز. كذلك من خصوصيات سورة الرحمن أنها تبتدئ بلفظ الجلالة، هي السورة الوحيدة التي تبتدئ بلفظ الجلالة الرحمن. لم يقل هو الله الذي لا إله إلا هو مثلا، الرحمن. أيضا كلمة الرحمن أنتم تعرفون لا يطلق على غير الله عز وجل، يقال فلان رحيم، أما رحمن هذه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. والفرق بين الرحمن والرحيم، تعرفون الرحمن هي الرحمة العامة الشاملة للجميع، حتى الكافر، حتى الكافر تشمله الرحمة الإلهية. ولولا هذه الرحمة لما بقوا على هذه الأرض، رب العالمين يرزقهم. واتفاقا في عصرنا هذا وكذا في العصور السابقة نلاحظ أن النعم الإلهية منهمرة على الكفار أكثر من المؤمنين. هذه أيضا نقطة مهمة في هذه السورة الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أول صفة، أول فعل ينسبه لله عز وجل علم القرآن، يعني أهم معلومة في هذا الوجود هو القرآن الكريم. ومن أراد أن يتخصص في شيء، أعلى التخصصات القرآن الكريم. أين التخصص في الذرة؟ وأين التخصص في القرآن الكريم؟ حقيقة ينبغي أن نعلم أنفسنا والآخرين أن نمر على تفسير للقرآن الكريم، ولو على مستوى شرح الألفاظ، أقل ما نفهم من كتاب الله عز وجل. المصحف المفسر على هامش القرآن، هناك قرآن يقرأ بحجم القرآن المتعارف، بالإمكان أن يكون معك في العمل في السفر. لو قرأت القرآن، ختمت القرآن مرتين ثلاث وأنت تطالع هذه الهوامش، بعد فترة تقريبا تلم بالألفاظ المشكلة في القرآن الكريم. بعنوان المثال في سورة الرحمن: النجم والشجر يسجدان. النجم هنا يعرفه البعض بأنه نجم السماء، والمراد بالنجم هنا الشجر الذي لا ساق له. النجم والشجر، النباتات ذي الساق والنباتات عديمة الساق تسجد لله عز وجل. على كل، القرآن مليء بالكلمات المشكلة. إذن علمه الرحمن علم القرآن، وبعد ذلك الإنسان في مرحلة أرقى يحاول أن يتعمق في السور التي يقرأها كثيرا.
لا يحسن، أنا لا أقول لا يجوز، لا يحسن بمؤمن بل بمسلم أن لا يعلم معنى الفاتحة كما ينبغي، سورة التوحيد كما ينبغي، سورة القدر، سورة الواقعة، سورة الرحمن، هذه السورة التي نقرأها بكثرة على الأقل نعلم جزئيات هذه السورة. المعلم الأكبر والأعظم للقرآن الكريم من هو؟ في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن. أنت مع مراجعتك للتفاسير سل الله تعالى أن يعلمك القرآن أيضا، ما المانع أن ينشرح صدر الإنسان لفهم المعاني القرآنية إضافة للتفاسير، أو قل مع التفاسير. بعض الأوقات هناك صنف يقرأ القرآن ويتمعن في المعنى ويكتشف معاني، ثم يراجع التفاسير الكبيرة فيرى أن ما تبادر إلى ذهنه هو الذي تبادر إلى ذهن صاحب الميزان مثلا. هذه حركة طيبة، الإنسان يتأكد أن ما أعطي الغير على الأقل أعطي هو أيضا. إذن علم القرآن، والقرآن نعم علم النبي في الدرجة الأولى، ونحن أيضا من الممكن أن نفهم معاني القرآن الكريم، طبعا أن لا يكون بتفسير الرأي وغيره. خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان، أول مزية من مزايا بني آدم القرآن يذكر صفة البيان. ويقال حقيقة، طبعا هذه الآية شاهدة، من أعقد التفاعلات في عالم الوجود شغلتان أمران: خلقة الإنسان أي انتقاله من مرحلة الحيوان المنوي إلى البيضة الملقحة إلى المضغة، ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه إلى أن يخرج من بطن أمه. هذا المصنع الصغير بحجم رحم الأم يخرج أعظم إنتاج في عالم الوجود، لأن أعظم المخترعات، السفن الفضائية وغيرها، نتيجة جزء من أجزاء رأس الإنسان لا كل الإنسان. لولا المخ البشري لما وجدت هذه الحضارات. إذن أعجب شيء في عالم الوجود خلقة الإنسان، وأعجب شيء في خلقة الإنسان تكلمه. واقعنا التكلم، نحن اعتدنا على الحديث، ولكن وأنا أتكلم الآن معكم كم من التفاعلات، هناك معاني تأتي في الذهن وبلمح البصر، المعاني تتناسب تتركب، الجمل تتناسب، بعد أن تكون المعنى المتكامل تأتي هذه الذبذبات من عالم المخ عبر الأعصاب إلى كم جهاز، إلى الحلق، إلى البلعوم، إلى الشفتين، إلى الفكين، يعني أجهزة عجيبة تعمل على وفق المعلومات التي في الذهن. ثم انظروا للأوتار الصوتية، هذه الأيام هناك غناء محرم من دون موسيقى، أوتار لحمية في الحنجرة تتحرك فتطرب الإنسان. الإنسان في آن واحد يتكلم على نحو الخطبة، وبعد ذلك يقرأ دعاء بليغا يحرك درجة الأوتار، وإذا باللحن والصوت يتغير. بعد ذلك الأمواج الهوائية تتذبذب، ثم بعد ذلك طبلة أذنك، بعد ذلك العظيمات الصغيرة في الأذن، بعد ذلك الذبذبات إلى المخ، وأنت تلتقط المعلومة تحللها في ثانية. المعلومات تركبت عندي، جرى على لساني، انتقل عبر الهواء، انتقل إلى أذنك، جاء إلى مخك، وإذا بكم من المعلومات
تذهب وتأتي عبر هذا الشحم واللحم. كم هو عجيب، خلق الإنسان علمه البيان. بعد هذه القدرة، هل يحسن أن تستعمل هذا اللسان فيما لا يحسن، في الفحش من القول، في الكلام البذيء، في الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل؟ أختم حديثي بمواصفات الكلام النافع في القرآن الكريم. رب العالمين يعلمنا كيف نتكلم. قولوا قولا سديدا، كلام مسدد، قولا معروفا في آية أخرى، قولا لينا في آية أخرى، قولا بليغا أوضح ما تريد أن تقول، قولا كريما. اجعل هذا الكلام كلام كريم، كلام جميل. قولوا للناس حسنا، وأخيرا يقولوا التي هي أحسن. هذا مواصفات البيان الذي يراد منا في الشريعة. حتى الحديث مع الكفار يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. أين نحن من استخدام هذه النعمة الكبرى؟ أو يحق لله عز وجل بعد ذلك أن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يذكر الرب النعم ثم يقول بين كل فقرة هذه نعمة الله مني لك، استعملها في الجهة الصحيحة. أخيرا أقول ليس الشكر أن تقول شكرا لله، الشكر أن تستعمل النعمة فيما يرضي الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا. العمل هو الشكر، لا أن تأخذ سبحة في زاوية وتقول شكرا لله. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.